للمزيد حول انتهاكات ميليشيا الحوثي والدعوة إلى العودة إلى اتفاق رياض، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس مركز يني يمن الأستاذ صالح الجبري. أستاذ صالح، بداية مرحبا بكم. ميليشيا الحوثي في صنعاء تهدد مجددا بقطع خدمات الاتصالات والإنترنت، ما هي الدوافع وراء ذلك؟ شكرا جزيلا. ليس جديد على ميليشيات الحوثي، وهذا ما يؤسف أن الشرعية إلى هذه اللحظة لم تستطع أن يعني تحول الإنترنت إلى شرعية، إلى مأرب مثلا. ما زالت السيطرة الحقيقية لخط الإنترنت لميليشيات الحوثي الإيرانية. الهدف من ذلك هو الضغط وقطع الاتصالات والاستعداد كما يقولون للهجوم على مدينة مأرب التابعة للشرعية، والتي قدمت نموذج رائع السلطة المحلية في إدارة هذه المدينة من حيث الأمن والأمان والخدمات وما إلى ذلك. فتلجأ ميليشيا الحوثي إلى قطع الإنترنت مثلا، وإلى استخدام إطلاق الصواريخ وإلى الأحياء السكنية وقتل الأطفال والنساء، وبدل من يعني اللجوء إلى جبهات القتال. هذه كلها من باب التهديد والضغط على المأرب وعلى الجيش والاستعداد كما يقولون والتحشيد للهجوم على مدينة مأرب. الخطوة جاءت كرد على قرار الحكومة الشرعية التي علقت آلية استيراد الوقود إلى موانئ الحديدة. إلى أي مدى ترى أن هذه الخطوة من الحوثي يمكن أن تثني الحكومة الشرعية عن قرارها الضاغط على الميليشيا الانقلابية؟ كنا نتمنى أن تتخذ الحكومة الشرعية قرارات أقوى من ذلك. ما زال ميناء الحديدة يدار من قبل ميليشيات الحوثي، يتحكم بالاستيراد والتصدير في هذا الميناء الحيوي الهام. وفي المحافظة الجنوبية الموانئ اليمنية كلها للأسف الشديد تحت سيطرة الإمارات، نظام الإمارات وميليشياته المرتزقة عبر ما يسمى بالمجلس الانتقالي. لا هم الذين سمحوا لنا بتصدير النفط، ولا هم الذين سمحوا لفتح الموانئ والمطارات اليمنية إلا بإذن من نظام الإمارات. السلطة الشرعية هي فقط يعني تمنع بعض النفط الوصول إلى المدن التي تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الإيرانية. ومع هذا هناك تمر ناقلات النفط بشكل طبيعي في كثير من الأوقات إلى هذه اللحظة إلى المدن التي ما زالت تحت سيطرة ميليشيات الحوثي حتى لا يحرم المواطنين. لكن الحوثي هو الذي يعني يختلق مثل هذه الأعذار، وهو الذي يقطع يشتري يعني النفط ويبيعها في السوق السوداء حتى يرسل رسائل إلى الشعب اليمني بأن الشرعية هي السبب في ذلك. هو يريد حصار مدينة مأرب والمناطق المحررة، حصار عبر الإنترنت، حصار بضرب الصواريخ، حصار بالهجوم من قبل الميليشيات على مدينة مأرب وما حولها. وأما الشرعية فالآن لم تتخذ قرارات قوية. السفير الأمريكي في اليمن يعني شدد على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض. هذه الدعوة صدرت من أطراف دولية عديدة، من المسؤول عن عدم تنفيذ بنود الاتفاق؟ المسؤول الأول هو التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات العربية المتحدة باستطاعتهم أن ينفذوا اتفاق الرياض لو أرادوا حرفيا وخلال أيام معدودة. ثم بعد ذلك يأتي المجلس الانتقالي الذي يستند إلى يعني رضا وتواطؤ التحالف العربي وضغط الإمارات العربية المتحدة. القرار بيد التحالف وتحديدا الإمارات العربية المتحدة التي تضغط على أن يستمر الحوار والنقاش حتى يتوسع المجلس الانتقالي وتسقط المدن الجنوبية تحت سيطرة ميليشيات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات. الآن 5 مدن يمنية في الجنوب من أصل 8 بيد ميليشيات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات. يعني ما الذي يمنع؟ الذي يمنع هي التحالف العربي، لا يريد الحل، يريد السيطرة، يريد الفوضى، يريد أن يقسم المحافظة الجنوبية بين الإمارات وبين السعودية. والأسف الشرعية لا تملك من يعني من القرار شيء إلا بموافقة التحالف العربي. فأصبح اليمن بين ميليشيات في الشمال وهي ميليشيات الحوثي المدعوم إيرانيا، وفي الجنوب مجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات،
وبينهما يعني بعض المدن التي تحت سيطرة الشرعية الضعيفة التي لا تملك القرار بيدها. نعم أستاذ صالح، يعني بالنسبة إلى لو تحدثنا عن آليات تنفيذ الاتفاقية الموضوعة وما مدى إمكانية أن تنفذ بعد التغييرات السياسية والعسكرية، يعني إلى أي مدى ترى أن المشكلة هي في الآليات أم أنها ربما في الإرادة الدولية؟ كيف تنظر إليها؟ الإرادة، اليمنيون يريدون الحل واتفقوا على أن يشركوا المجلس الانتقالي في الحكومة وفي المؤسسات العسكرية وفي كل مرافق الدولة، وهذا ما تم الاتفاق عليه والتوقيع عليه. لكن للأسف الذي يعرقل هذا هو المجتمع الدولي. الإرادة الدولية. الإرادة الدولية، لا من إرادة دولية، لا من أمريكا ولا من بريطانيا وهي اللاعب الأخطر في هذا الموضوع، ولا من الإمارات ولا من السعودية، لا يوجد إرادة أصلا. أما اليمنيون يريدون حلا، يكفي ما حدث من أصل المشكلة في الشمال وهم الميليشيات الحوثية الإيرانية، فلماذا نخلق ميليشيات جديدة في الجنوب؟ واضح أستاذ صالح. بالمقابل أيضا يعني المواطن أو المدنيون هم من يدفعون الثمن، كيف ترى الجهود الدولية لرفع المعاناة عن المواطن اليمني في ظل هذه الظروف؟ الضحية هو المواطن اليمني، وللأسف أن المجتمع الدولي يبدو أنه شبه أو بدأ يتخلى عن الحرب في اليمن، لأنه يبدو أنه كثر فيه اللاعبون، والمجتمع الغربي مستفيد من بيع الأسلحة للسعودية والإمارات. المجلس الانتقالي بدأ يبشر بعلاقات مع إسرائيل العدو الصهيوني للعرب الأول والأخير، ويعني يبدو أن هناك تخاذل. الأمم المتحدة للأسف ستشكو وتبكي وهي أس المشكلة، ومنظمات المجتمع المنظمات الإغاثية في اليمن تشكو بأنه هناك إغلاق كثير من المشاريع التي كانت تقدم للصحية أو في التعليم أو في معونات غذائية لبعض المواطنين في المحافظات التي تحت سيطرة ميليشيات الحوثي والشرعية، تشكو بأنه لم تصل تعهدات المانحين. اليمنيون من يدفعون الثمن، يعني بتصنيف الأمم المتحدة هو الأكثر فقرا ومعاناة في العالم هو الشعب اليمني. يعني الشعب اليمني يرفع كفه إلى الله، هو المنقذ من هؤلاء المجرمين كلهم، سواء كانوا الميليشيات في الداخل أو التحالف أو المجتمع الدولي المتفرج على ما يحدث داخل اليمن. نشكرك شكرا جزيلا أستاذ صالح الجبري، رئيس مركز يمني يمن، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول.